والله راح يبهدلونكم، راح يدوسونكم، راح يفتتونكم تفتت إلى أن يحولونكم كلكم إلى لا دينيين. وأكبر مثال الاستهزاء والعياذ بالله والتطاول على الرسول والعياذ بالله في فرنسا، والستة مليون عبارة عن غث، غث ما لهم أي وزن، مكروه مكروه. هذا اللي شفتوا اللقطة اللي شلون سبحان الله بوتين عطاه بالجزمة على راسه رايح قدامه ومخليه ورا مثل الكلب. إن شاء الله أعرض لكم اللقطة، مثل الكلب خلاه. وأنتوا اللي الله عزكم بالإسلام 6 ملايين هذا يتطاول عليكم؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل. عموما لا أريد أن أطيل في الموضوع، أصبروا بالخزي والعار. والله ما أشمت عليكم، أنا أكلمكم من قلبي، أكلمكم من قلبي، استحوا على دمكم. أنتوا بالملايين يا أخي خلكم متكاتفين، لو أنتوا يد واحدة، لو قراركم واحد، أقسم بالله لا سويد لا فرنسا لا أمريكا لا أحد راح يتجرأ عليكم. يا أخي انشئوا محاكم إسلامية، سووا شيء لله، شووا أنا تعبت وأنا أصرخ على مستوى مركز للزوات، ما تسووا روحوا يا أخي روحوا بيعوا بصل، يلا عاد يلا.